سلام الله. قولك كاريزما في غيابي وحضوري بس الباقي قهوة يا شيخ بوط. بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق. أنا حسيت برود وديت مرة من ذا الحين. يوووو يجي للمدينة كيف؟ أنا أشهد بجيت تحته. هذا أستاذ دكتور محمد معليش. انا اشتقنا لك اسبوع اللي راح نفسيتي تعبانه مره ما تمرنت زين وانهزمت كله عشانك ما جيت. شكرا لك. 5 درجات ها نمبر 1 كيف حالك؟ هلا هلا ابو مطير هلا ارحب يا شخبوط يلا حي هلا ابو مرافق لعيب لعيب يا ناس لعيب كيف؟ اقسم بالله لعيب يلوموني يسمونك كنق الطايف ما تشوف شر يا وحش يبغى ما عندنا معليش سامحني تكفى والله بغيتها كبري تكفى نظرات العالم ما تطمن احذر لك كثر الساعات لا حول ذبل كثر الساعات فون جدد لك يا حبيبي الدرك الدموي تنشطها طيب يا الاخبار لعيب يلا الشباب محمد سعد طيبين كابتن طارق تاخرنا هلا ما تشوف شر يا وحش هاي دكتور في امورك الله هلا والله حياك طيب صامل اني دكتور يا كابتن طارق دكتور مراجل كفو مدرب مدرب جبت راسي يا حبيبي يا كابتن ترى الوقت يلا يا شباب يلا حبيبي طارق نبي نبدا عشان نمدينا نتسبح يلا 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 يا شباب يلا ان شاء الله الخميس انك جاهز ان شاء الله وين باقي الشباب؟ بنشغل الخصم اليوم وليد تعبان ها؟ وليد اي وليد يده ها؟ كتفه مفروض بعد وين عبد المجيد؟ وين راكان؟ وين عمر؟ عمر موجود اولهم عمر عان اوه نورك كذا جاي بعيوني ما شفتك اي خلاص واضح وين ركان هلا فيصل شو اخبارك والله شكلك تبطي وانت واقف احمد شفني باقي ها لا اله الا الله لا ما راح اعلمه قدامه يا محمد لا ينتظر الهوى العمده ما ينتظرني الله بلشنا فيه يومين ما خلانا النار الله لا يهينك بالله شوف موظف العمل فادي قلت والله يا فهد ما وصلت الشيخ قال لك كل مواد كل هوى افضل خلى على هوى افضل ابو هذال لبيه شعلوا من الوقف طيب ان شاء الله ها؟ يبشرك بخير والحمد لله جبنا لك كرسي وجلس شويه اليوم والله هذا الاعداد هو اللي لاطعك مو بنا الحمد لله انا جاهز ابشرك نادم نادم لا البارح والله ان تعبان شوي لكن اليوم قدر يجلس الحمد لله بالله يطيب ان شاء الله يا ربي لك الحمد دعواتكم لا تنسون الدعاء اسال الله ان يتمم له على خير يلا محمد استعجل يلا يا كوتش العمده ايه؟ الكليه هذا العمده كشت ولا كوتش كشت ولا كوتش تفضل يا كشت يا عمده مو باوله اولها غلط عاد ما نقدر نقول شيء اليوم اهلا 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 ما حولك ان شاء الله يا هلا يا عمده السلام عليكم يا اهلا كيف الحال حياك وش البودقربيه ذولي ما شاء الله بنفتشهم يا عمده ولا يا اهلا ارحب في احد مو عاجبك يا عمده شخبوط الدوسري العمده بتضيع علومه بعد شوي بتمارين فتشه 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 قم تفتيش يا
ما شيء بتقرضية حقينك ولا جابوا لك فرشة ولا جابوا لك فرشة يا فهد. تعال فرشها. يلا يلا محمد يلا نفرشها بالعرض لانه يبغى ينسدع. اخلص علينا العمدة هذا السلطن عن سبقي لذلك لما تسلطن عليه في التمرين. ما عليك ما عليك. يلا شباب جاهزين يلا عشان نبدا. يلا معلش خمس درجات فهد. يلا يلا مكانك فهد. يلا مكانك يلا. العمدة صراحة مع المرافقين ماشي يا ولد ماشي والله ماشي. لا ما ينفع لا 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 لا. وين يا ابو فراج؟ تمرن سوا شوي مره. انت بعد وسع شوي عن الزيزي واخر شوي. ما عليه تفقع وجه خويك الحين. ها هذه مفككه. تعال سوي العبده. تعال تعال رب تمرين. طحت ليه؟ من باقي؟ الاسود الاسود الاسود. من باقي؟ الاسود يا ابو حسن. يا اخي ما عنده اسود. اسكت. شباب عشان الوقت. يلا يلا خلاص احنا جاهزين. فهد يلا فهد. ما عنده اسود. 14 والله قاعد واجد ولد. ناقص 6. يسعد مساكم ويعطيكم العافية. اليوم يوم جديد وحصة جديدة في فقرتنا القوة المطلقة. قبل لا نبدأ تمارين اليوم راح نتكلم عن مفهوم بسيط اللي هو مفهوم الإحماء. كلنا سمعنا الإحماء وكلنا عارفين أنه لازم قبل ما نسوي أي مجهود رياضي لازم نحتاج أن نسوي إحماء، سواء بتلعب كرة، سواء بتسبح، سواء بتلعب مقاومة، سواء بتلعب تمارين هوائية لازم تسوي إحماء. فالإحماء ليش نسويه أو وش الإحماء أساسا؟ الإحماء هي مجموعة حركات نسويها على أساس نهيئ جسمنا للمجهود اللي حنا راح نسويه. فالإحماء عندنا إحماء عام اللي هو نهيئ فيه الجسم ككل، وفيه إحماء خاص اللي هو نهيئ فيه الجزء اللي حنا محتاجين نستهدفه بالتمرين. فالإحماء جدا ضروري على أساس أنك تخلي جسمك جاهز لمرحلة الشدة أو المجهود الرياضي اللي أنت راح تمارسه. فأنت تهيئ عضلة القلب عندك، تهيئ الدورة الدموية، تهيئ جهازك العضلي، تهيئ جهازك العصبي على أساس تكون مجموعات الوظيفية في جسمك كاملة تحتاج تشتغل بكفاءة أعلى. هذه الفكرة من الإحماء باختصار. فالحين راح نبدأ تمريننا بالإحماء كالعادة، بعدها نبدأ في تمارين المقاومة. يلا 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 سلطان يلا. يلا نبدا. يلا شخبوط نطلع فوق. نطلع فوق 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 فوق. يلا نضم رجولنا على الامشاط. فوق 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 على اطراف اصابعك. مد مد مد. واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. ريلاكس. فوق يمين يمين يمين. واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. يسار. واحد يلا يسار. اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. قدام. مد مد. واحد اثنين ثلاث اربع. صح صح سلطان. خمس ست سبع ثمان تسع. اوكي تحت. لا تثني الركبة.
لا تثني الركبة، انزل قد ما تقدر. واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، كي ريح. يدك، ايوه، يمين، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، اعكس فوق، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، غير يد ثانية تحت، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، غير فوق، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، اوكي. يدك ورا الراس، يدك هنا الطريقة ذي، اضغط على كوعك شوي، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، لا تضغط على مفصلك، ايوه خلها في النص بس لا تضغط على مفصلك الداخل، خلاص، تسع، عشر، لا تضغط على مفصلك، يدك الثانية، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، لا تضغط على مفصلك يا فهد، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، رجل يمين، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، انتبه يا فهد، تسع، عشر، هنا مو بهنا، تمسك هنا، ايه، رجل ثانية، لا تطقطق عليها انت، يلا، رجل ثانية، ايوه، امسك من هنا، لا تمسك من هنا، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، يلا روح يمين، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، غير، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، مد رجلك، ثمان، تسع، اوكي، ريلاكس، صحي، صحي، ناخذ نفس، ناخذ نفس، ناخذ نفس، يلا ناخذ حبال مقاومة الحين، ركزوا على التمارين مع كابتن محمد، لا واقف، لا واقف، واقف. راح نبدأ تمرين الأكتاف، نبدأ بالكتف الجانبي عن طريق التمرين كابتن، الطريقة هذه، نطلع باليد على مستوى الكتف، معك العدة راح أعد لكم، تمام؟ يلا جاهزين؟ واحد، يدك بالطريقة هذه، أطلع وانزل. محمد عطنا طريقة التمرين، شوف ثانية خفيفة بالكوع، يدك الفوق، لا تسحب سحب على برا، اثنى اثنى اثنى، يدك خفيف، ايوه ثانية خفيفة، ممتاز، مضبوط، واطلع وانزل، مضبوط، متحسن ايه؟ المرة اللي فاتت، كفو، اي اطلع، لا لا تثني، ضوق قدر رجليك عشان يمشي مع كل الحبل، مفصلك ثابت، اذا جيت تطلع عرف اثن كوعك هنا ثانية خفيفة، ثانية خفيفة، اوكي اوكي بالطريقة هذه احسن، يلا يا شباب نبدأ، واحد، يلا فهد، فهد اثن كوعك شوي، لا تحمل على كوعك، تمام، اذن اذن يديك شوي، ها. يلا نبدأ، واحد، اثنين، ممتاز، صح، ثلاثة، أربع، اذن كوعك شوي، خمس، ست، اطلع اطلع يا عمر، ها، اطلع اطلع، على مستوى الكتف، اطلع، ثمان، افرد شوي كوعك على مستوى كتفك، تسع، صح، عشر، احسنت، ممتاز، ريلاكس، ريلاكس،
تمام. لاخذ كتف امامي، عطى طريقة التمرين كابتن محمد، كتف امامي بالطريقة هذه، بالطريقة هذه. تمام تمام. الطريقة ما لها دخل، بس يدك يلا تكون على مستوى كتفك. اي ثانية خفيفة بالكوع. تمام ايوه جاهزين يلا. واحد حبلي ذا قوي. اي لا تثني مفصلك كذا، لا تثني مفصلك. اثنين اطلع. ثلاث صح. اثني كوعك شوي. ايوه. اربع غيره احسن. خمس شخبوط لا توسع. ست كذا قدامك. ايوه كوعك اثني كوعك لداخل شوي. سبع ايوه. ثمان روح عمده تعبان. تسع يلا اثني كوعك شوي عشان اجيك اصابه. عشر خير احسن. نفس نفس يلا كتف خلفي الحين. ها اي الحين كل مالك بتتحسن زياده ان شاء الله. يلا كتف خلفي. حطيتك التمرين كتف خلفي. يلا يا شباب مع كابتن محمد يدك بالطريقه ها. فرق بسيط في الشده. ها هذا اقوى من الاحمر ذا. اي يلا 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 يا شباب كتف خلفي. واحد نفس طريقة التمرين مع كابتن محمد. اشهد امه بحوله. اثنين صح يا احمد قول. ثلاث لا تطلع مرة. طلعتك تمام على مستوى كتفك كوعك البرة. اربع اثن كوعك شوي. ايش فيك؟ اي بدينا يلا واصلين ستة للحين. ست روح. سبع ثمان تسع هاي تبرز الكتف. اخير عشر احسن. عاد نوقف على الثنتين مو على برجل واحده. لا على الثنتين. ها معلش احسب اليمين متاخر شوي. لا كلها نفس الشيء. انت كذا بتحمل على الجهه اكثر من الثانيه. خلوكم واقفين على الثنتين. هنا افضل انك ترفع بزياده. اذا رفعت بزياده ما راح يشتغل معك الكتف الخلفي، تشتغل معك عضله الترابس. اوكي فخل رفعتك على مستوى كتفك. التمرين اللي بعده راح ناخذ صدر. بوشب ما يحتاجه. يلا يلا بوشب. يلا 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 البوشب ترى بتحتاجونه كثير. يلا يلا بوشب مو بحبل. سلام عليك. يلا هذه طالع عشان جسمك مستقيم. يلا واحد اثنين ثلاث. واحد اثنين صلب ظهرك يا شيخ. ثلاث أربع خمس صح صح يا فهد صح ما شاء الله. ست سبع أحسن فهد. ثمان أمير أحسن فيصل. تسع خير. عشر أوكي خذ نفس. يلا التمرين اللي بعده تمرين الظهر نفس المرة اللي فاتت مع كابتن محمد. الحين نشوف التمرين. يلا تمرين الظهر يا شباب. يلا نوسع الرجل شوي عشان ناخذ مقاومة مع الحبل أكثر. وسع الرجل وسع الرجل وسع الرجل وسع الرجل. خلي الرجل على أطراف الفرشة. خلي الرجل على أطراف الفرشة. ما يخالف. اجلس 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 اجلس. اي عن طريق التمرين كابتن محمد. السحبه راح تكون من هنا ما راح تكون ساحب مع المسكه. تسحب من قدام. ايوه الحين قاعد يتمرن بالاسود. شوف المسكه. لا يقدر يتمرن. يلا نسحب نفس الطريقه هذه. شوف زاويه الكوع كابتن محمد. عطى طريقه التمرين. يلا شوف زاويه الكوع شباب. ركز هنا ركز هنا يا ابراهيم. ها ركز هنا. تمام اكواعك فوق شوي. ايوه تمام. يلا واحد. ليش راجع ورا؟ ليش راجع ورا؟ جذعك مستقيم. ترى وصلنا خمسه. لا لحالك وصلت خمسه. جذعك مستقيم يا فهد. تعبت يا خبوط. ايوه تعبت. صدرك لفوق تعبت.
يلا طيب ليه تقول واحد اثنين ثلاث صح اربع خمس ست سبع ثمان تسع صاحبه هذا عشر شوي كي نفس يلا نقوم على طول ناخذ باي وق انت ما تبي تقوم شلون اكثر لك طيب يلا 20 عطني لك التمرين يا كابتن محمد تمرين باي بالطريقه هذه عمر يلا يا عمر يلا ما عليه تطفى اليوم يلا نفس طريقه التمرين مع كابتن محمد باي خذ غيره في غيره هنا ركب ركب على الاحمر على طول بسرعة خليك على نفس الحبل امسك من تحت امسك من تحت امسك من تحت نفس الحبل امسك من تحت اليدين الثنتين ايوه بالطريقة هذه تمام بس هنا بينقطع مو منقطع ما هو منقطع عادي خلاص شلون شلون برجع يدك مرة امسك من طرف شوف اشوف الباي حريقه ما شاء الله تمام ولا شيء حلو نفس الشيء يلا يلا نبدا يلا واحد اكواعك عند خصرك اثنين كوعك ثابت شوف لا ترفع كوعك كوعك عند خصرك ثلاثه اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين اوكي ناخذ الحين تراي تراي مو بطراق تراي يلا يلا نفس التمرين تخلي على جهه واحده يلا طريق التمرين مع كابتن محمد ركز بتلعب باليد اليسار بتخلي الحبل على الرجل اليمين من برا امسك من هنا نمسك بالطريقة هذه عصيمي شوف شوف طريقة المسكة لا تمسك مع المسكة طرف القبضة طرف القبضة عكس عكس تلعب يسار حطيت تحت رجلك اليمين بتلعب بيدك اليسار عكس امسك مع الحبل نفسه لا تمسك ممتع. مع المسكه ممتاز مع الحبل نفسه بيدك الثانيه يا سلطان ايوه مضبوط امسك من طرف القبضه جاهزين شو بتلعب انت بتلعب بيد تلعب بيد يسار يسار فك حط رجلك اليمين حط رجلك هات يدك اليسار بالطريقه هذه بتلعب يمين عكس بنفس الطريقه يلا واحد فوق فوق اثنين اطلع اثبت فوق ثلاث اي كوع ثابت شوف اطلع اربع خمس في الكوع ثابت ست سبع ثمان يلا انزل واطلع تسع عشر يد الثانية مكتوب عشر يلا يد الثانية بسرعة يلا واحد مخصوم عليك انت واخوياك لا تجون اثنين عكس 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 يا نجاشي ثلاث تمام شوف أربع خمس ست هذا ثابت سبع ثمان
تسع عشرة خير ريست نفس خش سكوات سكوات بالطريقة هذه اليوم بناخذ مقاومة شوي بالحبل راح تمسك بالطريقة هذه نوسع الرجل شوي نوسع الرجل شوي وسع الرجل شوي ركز مع كابتن محمد ركز بالطريقة هذه تجلس وتقوم تمام عكس عكس ايوه يلا اجلس ايه ها لا خل كوعك شوف مضبوط ايوه كوعك تحطه كذا مضبوط تمام صح انزل ايه صح خلي من برا شوي لا لا ايوه تمام الطريقة هذه يلا اجلس شوف يا سالم مضبوط يلا واحد إيه سكوات عاد لا توقف على مشاطك الحين بينطلق عليك الحبل يلا لا توقف على مشاطك لا توقف على مشاطك القدم كامل على الارض حطه كذا ها ورا ايوه ها ايوه اجلس كامل واطلع يلا اثنين اطلع كامل يا فهد ثلاث جلوس كامل ايوه كامل اطلع ايوه اربع خمس ست سبع ثمان صح تسع عشر اخير اوكي ريست ناخذ نفس ناخذ نفس نفس التمارين بناخذ جوله ثانيه مجموعه ثانيه نفس التمارين بالعيده ثاني مره هذه نسميها مجموعة واحدة لعبنا مجموعة المرة اليوم عشان نزيد شدة التمرين راح نلعب مجموعة ثانية اللي انقطع الحبل حقه يغيره بسرعة عشان بنبدأ الحين يلا ها وين الموية يلا اللي بياخذ جغمة موية تاخذ تشرب موية وسط التمرين اذا بتشرب تشرب جغمة جغمتين ما تكثر مطيري اعطي اخوياك اللي عندك اعطي اخوياك اللي عندك خليني بعطيهم انا اللي هناك امسك من باقي من تعطي يلا كابتن محمد يلا فهد مكانك يلا بنبدا يا شباب يلا نوقف يلا كتف جانبي ثاني مرة كتف الجانبي عيد التمارين اللي قبل شوي ايه بيعد معاكم كابتن محمد يلا واحد يلا نبدأ اثنين ثلاث احسن اربع خمس مهم جدا التركيز اثناء التمرين سابع رفع التوافق العصبي العضلي عشان تستفيد من التمرين اقصى استطاعتك معنى يا نجاشي تسع ايش تسوي ابراهيم؟ عشر داع معي فهد تعد يا فهد؟ ايوه يلا اخير 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 روح كمل 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 تمرين يلا بعد كتف امامي يلا امامي كتف امامي واحد عد يا فهد اثنين سمعنا سمعنا ثلاثة أحسن أربعة أحسن خمسة أحسن روح ستة صح سبعة ثمانية صح أسرع تسعة زعزعي عشرة يلا كتف خلفي الحين يلا يا عمدة عد كتف خلفي أفرد لك شوي بس كذا أيوة سنة إيه واحد اثنين يلا ركز ركز ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 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 ثمانية أحسن تسعة عشرة أحسن
يلا بوشب بوشب يلا بوشب بوشب من اللي يقدر يعد ويسوي بوشب في نفس الوقت؟ يلا عندك يلا كلنا اي كلكم يلا 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 مع العدد يلا عشرة عشرة يلا ها واحد احسن سلام عليك اثنين احسن ثلاث انزل 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 يا شخبوط اربع دارك مستقيم خمس احسن ست بطل صح عليك سبع صح ثمان احسن دارك مستقيم يا فيصل تسع ممتاز عشر احسن صح. واحد رست يلا اللي بعده اللي بعده على طول يلا اللي بعده ظهر ظهر احسن يلا ظهر نفس الطريقة وسع الرجلين رجلين على اطراف الفرشة شد الحبل اول بعدين مد رجلينك طرف القبضة ها خلك جدي شوي في التمارين يا فهد يلا 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 شباب العد عندك يا فهد يلا بسرعة واحد امسك من هنا امسك من هنا من هنا من هنا من هنا احسن يلا احسن يلا يلا واحد صح عليك فوق 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 ايوه احسن ثلاثة صح احسن أربعة احسن خمسة احسن روح ستة سبعة احسن ثمانية ركز يا شخص تسعة اخي عشرة جامد احسن بس يلا على طول ناخذ باي باي يلا يلا عمر يلا عندك 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 ما عليك عندك شخبوط بعدك نايمين اليوم يلا. ماشي يلا باي 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 يلا العدد عندك يلا. يا شخبوط دام اللياقه زين عند عمر يلا يلا جاهزين يا شباب جاهزين يلا الطريقه هذه ها ايوه يلا, يلا. واحد احسن اثنين احسن ثلاثه ولا شيء كمان عادل شوف شوف يا عادل. روح كوعك خمسة هنا أكواعك ثابتة عند خصرك ستة سبعة ثمانية تسعة أنا ما أسمع يا عمر عشرة كمل كمل ثنتين واحد يلا أحسن ناخذ تراي يلا شخبوط عطنا تراي كفو حطه هنا العب باليسار تمام اليد الثاني امسك لي مع الحبل نفسه تبشر تبشر بالسعد يلا كيف 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 ايوه فوق على فوق على فوق ايوه شوف هنا يلا سمعني يلا جاهزين يلا واحد صح ان شاء الله اثنين يلا عصيم عندك اليد الثانيه اليد الثانيه عندك يلا يلا ضع رجلك اليسرى على الحبل ويدك اليمنى من الخلف يلا صح. اعطاكم شرح التمرين يلا واحد احسن اثنين احسن ثلاثة عبد الرحمن يلا اربع يد احسن اربعة كوعك فوق كوعك فوق خمسة اوكي يلا 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 ممتاز شفني. يلا جلوس كامل يلا خذوا ضعية التمرين شباب يلا 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 ابدا ايوه يلا اثنين ثلاثة يا سلطان يلا يا سلطان أربعة ظهرك لا ينحني يا شيخ خمسة ايوه صح تمام يلا ناخذ مشي ناخذ مشي مشي ايوه ناخذ مشي حول المكان احسن شباب عدها بعد ال اداكم اليوم احسن يلا يلا عصيمي يلا عمر ما شاء الله ما شاء الله بالمشت ما شاء الله بدون هرولة بدون هرولة بدون هرولة بدون هرولة ها وش تصريحك انت؟ يا نمبر 1 وينه؟ يا سلام عليك خلاص جابها من الاخير نشوف عاد يوم الخميس ان شاء الله اجتهادكم في تحدي الخميس يعطيكم العافية شباب وبالتوفيق يعطيكم العافية شباب يعطيك العافية حبيبي ذاكر ونسي